إذاعة سلطنة عمان تقدم. نحمد الله في كل صباح ونشكره كلما طار طير وكلما نور الشمس لا. صباح الخير يا بلاد يا بلادي. صباح الخير رزقك على الله يا طير ويلا صباح الخير. طلع الصبح تهيأ للحضور قدر نمضي. رزقك على الله يا طير يلا صباح الخير. نجمع الرزق الجنية واهلا من خير أرض. رزقك على الله يا طير من خير أرض. أيها الصباح، لك طلة بهية كما اعتدتك يا صديقي، وفي كل مرة تأتي فيها تذكرني بأشياء جميلة كثيرة، حينا بالورد وحينا بالشمس، وتذكرني الآن بالسكر، خاصة حينما يقول الأحبة لبعضهم صباح السكر. أيها الصباح، لا أجد لك مع السكر صلة إلا لذة طعمك، كيفما ومتى جئت، جئت حلوا أكثر من كل سكاكر الدنيا التي شغفنا بها صغارا. ولكني أتساءل يا صديقي، أي سكر هذا الذي أنت مطل به؟ ما هذا السكر يا صديقي الصباح؟ أقصد ما يقصد به في الحياة. هل هو مرادف الحلو، نقيض المرارة في الحياة؟ وإن كان كذلك، ما أنت بينهما؟ هل لا تخبرني أيها الصباح؟ نعم، فهمت هذا الأمر، طعمان مختلفان في اتساع هذه الحياة، لا نذوق أحدهما إلا لنعرف الآخر أكثر ولنعرف قيمة كل منهما. هذا سائغ للنفس قريب، وذاك صعب عليها بعيد، فنختار أحيانا طعمنا الذي نحب ولا نملك ذلك في أحيان أخرى. أيها الصباح، سأدعو لك بسكر الأيام يا صديقي، الأيام التي تمر كدعاء الأمهات، حنونة لطيفة لا تحفر في القلب إلا أسعد اللحظات، وسنكون رفقاء على الدوام في حلو الحياة ومرها. أيها الصباح، سكرنا أنت دائما ودائما صباح الروح سكر. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. تذكر به أن أقول صباحك السكر.
وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب، فحين أنا لا أقول أحب، فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح جديد نقضيه برفقتكم وحيثما كنتم في ربوع هذه البلاد الحبيبة، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات. الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة لعام 1438 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر من عام 2017. صباحاتكم مستمعين الكرام برفقة من تحبون، صباحاتكم أعمال متحققة، إنجازات تنتظركم إن شاء الله في أعمالكم، في أسركم، في عيون من تحبون أيضا، وصباحاتكم دائما هذه الرفقة التي تستمر على مدى ساعة ونصف من الوقت، تبدأ الساعة 7:30 وتنتهي 9:00. على طاولتنا في برنامج صباح الخير يا بلادي الكثير والكثير الذي ينتظر هذه الرحلة الصباحية الجميلة. أصبحنا وأصبح الملك لله، كبداية نتحدث عن مجموعة من أقوال التجربة الإنسانية. نذهب بعد ذلك إلى ربوع الوطن والعالم والحديث عن أبرز عناوين جريدة عمان لهذا الصباح في فقرة أخبار وعلوم، وأيضا في ذات الفقرة نتحدث عن أحوال الطقس. نكمل تعرفنا على أحداث اليوم بالكامل من خلال فقرة شكرا لتقييدكم بالسرعة وأبرز مستجدات الطريق من خلال شرطة عمان السلطانية.
أما محطة عمان اليوم مستمعينا فسنحط الرحال في محطتين بإذن الله، ورح نتحدث عن حدثين مهمين. الأول ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية بتنظيم من جريدة الرؤية، ثم سنتحدث عن إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الفاو. وكما عودناكم نسافر في ربوع العالم ونحلق مع موضوع جديد في التحليق الحر. هذه المرة تحليقنا سيكون باتجاه مصر، اكتشاف مقبرة فرعونية لصانع الذهب في معبد آمون. من الذاكرة لدينا ستكون إن شاء الله تفاصيل أبرز الأحداث العمانية التي وقعت في مثل هذا اليوم. وختام برنامجنا بإذن الواحد الأحد سيكون مع فقرة تكنولوجيا، وسنتحدث في تكنولوجيا عن موضوع مشروع لمبة. تذكرت كذا فجأة هذه في أفلام الكرتون، هالحركة لما تطلع لمبة كذا قريب من مخ الإنسان، يعني أساس أنها فكرة جديدة أو شيء من هالقبيل. عسى إن شاء الله لمبات الأفكار هذه دائمة علينا. نرحب بكم دائما وأبدا مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لكم بسمة هادئة ولطيفة تنعمون بها وأنتم تقومون بأعمالكم، وأنتم تنجزون كل ما هو جميل، وأنتم تقابلون العالم وتقابلون الحياة بوجه مشرق ومبتسم. صباحاتكم هذه الرفقة المستمرة حتى 9 إن شاء الله مع طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، محدثكم إعدادا وتقديما أحمد بن سالم الكلباني، وهذه تحيا مخرج البرنامج سيف بن سالم الجرداني. Sure.
عمرك انت الامس، عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم، بس انت حبيبي نور الشمس نور جبينك، انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم، بس يا حبيبي نور الشمس انت الامس مرني بهمس متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي من أثير إذاعة سلطنة عمان برفقتكم أحمد الكلباني وسيف الجرداني. أصبحنا وأصبح الملك لله. فهم الحياة جيدا من أراد أن يطرح الأسئلة، من أراد أن يعرف شيئا جديدا، من أراد أن يكون أفضل حالا، ولأنه فعل ذلك أراد أن يكتب أثره ومعرفته وأن يترك دليل الطريق لبني جنسه. صباح كل يوم كان ينقش في الأبدية، وصباح كل يوم نقرأ من نقوش هذه الأمة، ومن أجل الإنسان نختار لكم نقشا عريقا ونختار. هناك إهانات لا يمكن أن ينساها المرء مهما يبلغ من حسن الطوية وصدق الرغبة، إن لكل شيء حدود لا يمكن أن يتجاوزها أحد دون أن يعاقب عليها، ومتى تجاوزها كانت العودة إلى الوراء مستحيلة استحالة كاملة. فيودور دوستويفسكي. لا ينظر العقل إلى الأشياء بعيون مجردة، وإنما عبر غشاء من الثقافة التي غذي بها. عبد الكريم بكار. يصنع الرجل الحكيم قراراته بنفسه، بينما الجاهل يتبع آراء العامة. مثل صيني. وهكذا يكون معلوما أن لا رجاء من دون خوف، ولا يمكن تصور خوف من دون رجاء، أو رجاء من دون خوف. فإذا كان الإنسان مؤملا ومتوقعا للجزاء والإحسان، فإنه لا محالة سيكون أكثر نشاطا وأكثر جدا في ذلك العمل، وذلك التوقع هو جناحه، وكلما قوي جناحه زاد طيرانه. جلال الدين الرومي. هذا الذي لا يغير من آرائه لا يصحح أخطاءه، ولا يكون أكثر حكمة في الغد عما هو عليه اليوم. تريون إدوارد. كن لطيفا مع الناس في طريقك للصعود، لأنك ستقابلهم مجددا في طريقك للهبوط. ويلسون ميزنر. الفن لا يعمل بديمقراطية، إنه ليس حقا للجميع، هو فقط لأولئك الذين سيتحملون عبء خوضه من أجل فهمه. فلانري أوكونا. هذا أثر هذا الصباح، أثر الإنسان وأمته، أولئك الذين تركوا نقوشا تفصح عن تجاربهم ووجودهم.
قد يكون محقا وقد لا يكون، لكنه على الأقل حظي بشرف التجربة، تماما كما كان يفعل الإنسان منذ الفجر الأول للبشرية وحتى أقصى ما يبلغ المستقبل. هذا الصباح أثر جديد، فماذا يحمل صباح الغد؟ ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفاء، وفؤادهن من الصبابة دامي؟ أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفاء، وفؤادهن من الصبابة دامي؟ إنما من أحببتها رأت الوفا في الحب غير لزامي. يا قلب ويحك، إنما من أحببتها رأت الوفا في الحب غير لزامي. هي لا تبادلك الغرام فناجني، لما أنت في أحضانها مترامي؟ هي لا تبادلك الغرام فناجني، لما أنت في أحضانها مترامي؟ ما كان يسهر ليله لتنامي، ما كان يبكي يومه كي تضحكي، ما كان يسهر ليله لتنامي. بل كان ينشد في هواك سعادة، فجعلتها حلما من الأحلام. بل كان ينشد في هواك سعادة، فجعلتها حلما من الأحلام. عهدي وخاف الله في استسلامي، يا رب تأطر فالكحيل تذكري، عهدي وخاف الله في استسلامي. لولا رجائي في ودادك والوفاء، لكرهت عيشي في الهوى ومقامي. لولا رجائي في ودادك والوفاء، لكرهت عيشي في الهوى ومقامي.
أصبحت عبدا في هواك، وإنني لسليل قوم ماجدين كرام. أصبحت عبدا في هواك، وإنني لسليل قوم ماجدين كرام. روحي فداك إذا ملكت ترفقي، لا تتركيني فريسة اللوام. روحي فداك إذا ملكت ترفقي، لا تتركيني فريسة اللوام. عند اللقاء كلامي، أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. أخبار وعلوم. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى أبرز عناوين جريدة عمان لهذا الصباح من خلال الصفحات الأولى، ثم الثقافية، فالاقتصادية، فالرياضية. نبدأ بأبرز العناوين في الصفحة الأولى. المكتبة العلمية الافتراضية تدخل مرحلة التنفيذ، إعادة هيكلة برنامج المنح البحثية المفتوحة وتقسيمها إلى ثلاث برامج مختلفة للدعم، تطوير معهد تكامل التقنيات المتقدمة لمنتجات مبتكرة قابلة للتسويق. هبات وقفية ثابتة لكراسي السلطان قابوس في 14 جامعة. وفي عنوان آخر، نفط عمان توقع اتفاقيتين ب 253 مليون دولار لتوفير معدات صناعية. شبكة المياه تغطي 61% في المحافظات بنهاية 2016. نذهب إلى الصفحات الداخلية في جريدة عمان لهذا الصباح. الصفحة الثانية تقول: خلال القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي في العلوم والتكنولوجيا بكازاخستان، البوسعيدية تؤكد إعداد استراتيجية تحدد مسارات البحث العلمي بالسلطنة. 1080 طالبا وطالبة يعتمدون المقاعد المعروضة، و364 استكملوا إجراءات التسجيل. ظهر اليوم انتهاء قبول المقاعد الدراسية واستكمال الإجراءات. تمكين الابتكار من خلال الدعم الفردي، البحث العلمي يوافق مبدئيا على مقترح تحديث وإعادة هيكلة برنامج المنح البحثية المفتوحة. عناوين أخرى في جريدة عمان هذا الصباح والصفحة الرابعة: بتنفيذ مؤسسة كابلن البريطانية، تطوير الكفاءات يعزز مهارات 32 خبيرا في مجال إعداد الدراسات والبحوث. رفع كفاءة الموظفين في الجوانب القانونية، الشورى ينظم برنامجا في دعم المهارات الفنية والقانونية. في الصفحة الخامسة: الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشائها، الكهرباء والمياه 473 ألف مشترك بخدمة المياه حتى نهاية يوليو الماضي، وارتفاع المحطات إلى 46 61% نسبة تغطية شبكات المياه في السلطنة بنهاية العام الفائت، وارتفاع الإنتاج الكلي للمياه ليصل إلى 330 مليون متر مكعب. و
وفي الصفحة السابعة من جريدة عمان لهذا الصباح: وبادرة طيبة من أحد المواطنين، تبلغ تكلفتها 700,000 ريال عماني، مواطن يزود مستشفى جعلان بني بو علي بأجهزة وأسرة طبية. وهناك تصريح فرعي من وكيل الشؤون الصحية يقول: نحن بحاجة إلى مثل هذه الوقفات والتبرع. وصالح الزرعي المواطن يقول: المساهمة جزء من رد الجميل للوطن. في الصفحة الثامنة من جريدة عمان هذا الصباح: أكثر من 1,850,000 مواطن ومقيم يتلقون التحصين بتكلفة 5 ملايين ريال. ظهور حالات إصابة بالحصبة في السلطنة استدعت تسيير حملة وطنية لمكافحة انتشار المرض. تحت ذات الإطار، السعيدي يؤكد حصول السلطنة على المركز الأول في إدارة الطعوم اللقاحات بين 127 دولة. الحملة أكدت مثانة النظام الصحي وجدية العاملين الصحيين والمواطنين والمقيمين في مرحلتها الأولى. في الصفحة العاشرة من جريدة عمان هذا الصباح أيضا: دراسة إعادة تأهيل وصيانة طريق صحلنوت شير، مناقشة مقترح إنشاء جسر للمشاة وتناقص المواقع الشاطئية المفتوحة بصلالة. كلمة جريدة عمان لهذا الصباح أتت بهذا العنوان في الصفحة 11: نجاحات عملية لسياسات مدروسة. وفي العناوين الثقافية بين الصفحتين 18 و19 هنالك هذا العنوان: مقترحات تطويرية وأمنيات في طريقها للواقع. مركز السلطان قابوس العالي يحاور المثقفين حول برامجه ويعد بأفق مختلف. هبات وقفية ثابتة لكراسي السلطان قابوس في 14 جامعة حول العالم. عنوان جانبي في صفحات ثقافية بجريدة عمان لمن يود أن يقرأ في الصفحة 18 أيضا: من قتل رولان بارت؟ في الصفحة 19 ينطلق الأحد المقبل برعاية عمان وأوبزيرفر الإعلامية منتدى دولي يناقش المرأة والتحولات النفسية في الإعلام. كان هذا العنوان الأخير في الصفحات الثقافية بجريدة عمان. نذهب إلى الملحق الاقتصادي. العنوان الأول اقتصاديا في جريدة عمان هذا الصباح: 254,000 ريال مبيعات سوق الجملة المركزي للأسماك في أغسطس الماضي. ضمن حملة ترويجية في الصين استثمر في الدقم، تنتقل إلى مرحلتها الثانية وتلتقي بالمستثمرين. يحيى الجابري يصرح: الدقم بوابة الخليج العربي وإيران وميناء مهم وآمن لتصدير البضائع. أما مجلة فوربس فتقول: المدينة الصناعية الصينية بالدقم أكثر المشروعات طموحاً في الشرق الأوسط وأفريقيا. اكتمال الأعمال الإنشائية لمبنى فرع الغرفة بالوسطى والافتتاح نوفمبر المقبل، وغرفة الوسطى تناقش إقامة معرض سياحي. في الصفحة الثالثة من جريدة عمان الملحق الاقتصادي: ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الغرفة بدء تقييم النماذج الأولية للمشاريع المتأهلة لمسابقة جائزة الغرفة للابتكار. طيران السلام نقل أكثر من 380,000 مسافر وتعيين محمد أحمد رئيسا تنفيذيا. في الصفحة الرابعة من الملحق الاقتصادي بجريدة عمان في أول تعاملات الأسبوع: سوق مسقط تكسب 9.5 نقاط والأنوار القابضة تستحوذ على 34% من التداولات. تنمية نفط عمان تبرم عقودا جديدة بقيمة 253 مليون دولار لتصنيع المحولات والصمامات. ونذهب بعد ذلك إلى الملحق الرياضي.
الملحق الرياضي من جريدة عمان هذا الصباح، والعنوان الأول: منتخبنا للشباب يتعادل وديا مع نظيره الإيراني. الناشئين يحدد التشكيلة في تجربة أهل سداب. أزمة في ملاعب صور. بعد التعثر بالبونسليغا، بايرن ميونخ ودورتموند يركزان على دور الأبطال. عناوين أخرى في جريدة عمان الملحق الرياضي، ونتصفح من هذه العناوين: الجمعية العمانية للسيارات تطلق رزنامتها 45 فعالية، بينما الإثارة مستمرة في منافسات بطولة تنوف الأولى. في دورة الجمان زياد المدرسي العربي بلبنان، منتخباتنا في أم الألعاب تتطلع للوصول لمنصات التتويج بمنافسات اليوم الثاني. منتخب السباحة يكمل جاهزيته بآخر حصة تدريبية قبل انطلاق المنافسات اليوم. ضمن الاستعدادات لكأس آسيا، منتخب الهوكي يتعادل مع باكستان في أولى مبارياته الودية. بطولة الصالات تزدان بمشاركة الجيل الذهبي. أيضا في الملحق الرياضي بجريدة عمان الصفحة الرابعة: رغم ظروف الإعداد المتأخر، جعلان يرسم ملامح استعداده لمشوار الأولى بطموحات واسعة. أكدوا أن المنافسة ستكون في المرحلة الثانية وستظهر الفرق الطامحة للصعود. مدرب أندية الدرجة الأولى يؤكدون جاهزية فرقهم للدوري. 60 خيلا في مهرجان لوالي الفروسية، عطوان ومخاوي وأكاشا وناموس والمشهر تخطف المراكز الأولى. العنوان العريض في جريدة عمان الملحق الرياضي في الصفحة السادسة: الحبسي، هل هو خارج حسابات الهلال؟ بعد هذا السؤال الذي طرحته جريدة عمان في الملحق الرياضي، هنالك مجموعة من العناوين والتصريحات الفرعية المهمة. فهد العريمي يقول: بقاؤه على دكة الاحتياط ليس في مصلحته كحارس له تاريخ طويل. محمد العاصمي: الضغط يكون أكبر وكنت أفضل استمرارا محمد العاصمي: الضغط يكون أكبر وكنت أفضل استمرار الاحتراف في أوروبا. عناوين فرعية وتصريحات أخرى مستمرة في ذات الإطار والتساؤل الذي يقول الحبسي: هل هو خارج حسابات الهلال؟ مبارك سلطان اتخذ القرار الذي يراه مناسبا، بينما ثائر عدنان يقول: اتخاذ قرار آخر يصب في مصلحته. اللاهوري لن يبقى احتياطيا وسيفرض نفسه أساسيا. العزاني حارس كبير وسيعود لوضعه الطبيعي. أما المخيني فيقول: الخوف من الإعلام الميولي وهذا عتابي عليه. في الصفحة السابعة من جريدة عمان الملحق الرياضي: إدارة النادي تسابق الزمن لتجهيزه، مهمة صعبة تنتظر الفريق الكروي الأول بنادي مرباط. العناوين الأخيرة عالميا: هاتريك ميسي يقود برشلونة لاكتساح إسبانيول، نيس يكتسح موناكو برباعية. والعنوان الأخير: مانشستر سيتي يسحق ليفربول ومانشستر يونايتد يتعثر. كانت هذه أبرز العناوين في الملحق الرياضي بجريدة عمان لهذا الصباح. مستمعين الكرام، نذهب وإياكم بعد قليل للحديث عن حالة الطقس. حالة الطقس مستمعينا الكرام، وحديث بداية عن حالة الجو ثم حركة الرياح وحالة البحر، وبعد ذلك نتطرق للحديث عن أبرز درجات الحرارة. من
نبدأ بحالة الجو مستمعينا الكرام، غائم على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة. أيضا هنالك احتمال تكون السحب المنخفضة والضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى معظم المناطق الساحلية. عن حركة الرياح، تهب على الأجزاء الساحلية من بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. أما عن حالة البحر مستمعينا، فمتوسط الموج على سواحل البحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له 1 متر. فيما يخص درجات الحرارة أعزائي المستمعين، نبدأ من صلالة حيث الدرجة الكبرى 29 والصغرى 26، بينما نجدها في مسقط الدرجة الكبرى 32 والصغرى 28. ودرجات الحرارة في بعض المدن العمانية الأخرى، خصب الدرجة الكبرى 39، تنخفض في صحار حتى 35، وفي نزوة تصعد حتى 40 درجة. في صور درجة الحرارة مرة أخرى 40 درجة، نجدها في هيمة منخفضة حتى 36، وفي البريمي 40 درجة. في جبل شمس درجة الحرارة الكبرى 22 والصغرى 14. قيرون حيرتي 23 الكبرى والصغرى 19. أما في الجبل الأخضر فالدرجة الكبرى 27 والصغرى 19 درجة. هكذا إذن مستمعينا الكرام، تداولنا معكم أبرز مستجدات العناوين في جريدة عمان لهذا الصباح، وأيضا أبرز المستجدات حول طقسنا لهذا اليوم إن شاء الله مع درجات الحرارة. نتمنى لكم أجمل الأجواء واللحظات التي تقضونها برفقة من تحبون، ونستمر معكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام 9 إن شاء الله.
مصحوبة في الحالي هذا رجالة لي عليه سالي يا مرحبا برزق طويل عالي ما يدري صعب البعيد التالي انت ضرانا الهولي والتالي لي سيف من يوم المعالي شالي لتقيدكم بالسرعة. شكرا لتقيدكم بالسرعة. إذن مستمعين الكرام وصلنا إلى محطة شكرا لتقييدكم بالسرعة، وبالتأكيد شكرا لتقييدكم بكل أنظمة المرور، ليس السرعة وحسب. ومثل ما تعودنا هذه الفقرة نتعرف فيها على أهم أحوال طرقاتنا لهذا الصباح، ونتمنى بأنها تكون أحوال طيبة. نعرف كل ذلك إن شاء الله من خلال النقيب علي الكاسبي من شرطة عمان السلطانية. صباح الخير نقيب علي. أهلا بكم أخ أحمد، وهي طيبة فعلا الحالة المرورية. بارك الله فيك. إذا ننتظر مستجدات الحالة المرورية بالكامل من خلالك. نبدأ من المحافظة الجميلة محافظة مسقط، حيث أن السمة الغالبة هي الهدوء، الكثافة نعم حاضرة، ولكن انخفاض نسبة البلاغات بشكل كبير تعطل في الإشارات المرورية، وقد تم إصلاحها سريعا الإشارة القريبة من جسر العرفان والأخرى القريبة من وزارة الشؤون الرياضية في منطقة روي. عدا ذلك لا توجد أي حوادث مرورية ولله الحمد. الكثافة هي كانت الملاحظة الوحيدة التي ربما كانت حاضرة على الطرقات الرئيسة، تحديدا على شارع السلطان قابوس الطريق القادم من ولاية سيب في حدود الساعة قبل الثامنة، ولكن في هذه اللحظات تلك الكثافة انخفضت بشكل كبير، الطريق في الأفضل، وإن كانت السرعة لم تكن هي السرعة المحددة، هناك بطء نوعيا في الحركة المرورية، ولكن نقول ما دام الطريق خاليا من الحوادث هذا الأهم. طريق مسقط السريع لمستخدمي ذلك المسار لا توجد أي بلاغات تذكر قد نتحدث عنها، باستثناء ربما يعني وجود أحيانا ولو بصفة بسيطة هناك بعض التجاوزات التي ترصد من البعض عندما يقوم بالانتقال من المسار إلى المسار الآخر، أحيانا البعض منهم يقوم بالمكوث طويلا على المسار الأخير في الجانب الأيسر، هذا أحيانا يساهم بطريقة مباشرة في خلق الازدحام. الازدحام المروري، وهو كذلك نعم. طيب الطريق القادم من محافظة الداخلية ربما هناك كثافة بسيطة على الجسر المؤدي إلى طريق مسقط السريع، وهو جسر أرسيل في ولاية العامرات في حدود الساعة 7:30، هناك بلاغ عن وجود تساقط حمولة تحديدا على دوار العامرات، دائما ما نؤكد إلى أهمية التعامل مع الحمولات التي يتم وضعها على المركبات وإحكامها بشكل جيد تفاديا لمثل هذه ربما البلاغات. لا شك بأن تساقط الحمولة تؤثر على الأشخاص الذين في المسار. الطريق البحري كذلك، هذا الطريق لم ترصد عليه أي مستجدات مرورية، مختلف الإشارات على ذلك المسار تعمل بشكل جيد. بشكل عام طرقات المحافظة باستثناء الكثافة المرورية لا توجد أي حوادث مرورية ولله الحمد، تحدثنا اليوم أمس كذلك لا توجد أي حوادث مرورية، نتمنى فعلا إن شاء الله حالة دائما إن شاء الله، هذا ما نتمناه خير. بارك الله فيك. إذا النقيب علي تحدثنا أيضا عن بقية محافظات السلطنة. المحافظة السلطنة ولله الحمد هي يعني لم تختلف كثيرا عن محافظة مسقط، وجود ربما حركة مرورية مختلفة خاصة مع اكتمال
يعني المقاعد الدراسية في المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة والحكومية، هذا لا شك بأنه أسهم كثيرا في يعني كثافة المركبات على مختلف المسارات. ولكن نقول دائما هذا العام الدراسي قد بدأ الآن، لابد من أخذ الحيطة والحذر والانتباه للطريق، التعامل مع البيئة المرورية بشكل أفضل، التعامل مع الطلبة الذين داخل الحافلات أعداد كبيرة تتوجه إلى المدارس بشكل يومي، لابد من يعني التعامل مع البيئة المرورية، فتح المجال للحافلات المدرسية من قبل أصحاب المركبات الأخرى، في إشارة بسيطة لابد من الإشارة إليها وهي التأكد من خلو الحافلة بعد الوصول إلى المدرسة والعودة منها، خاصة لصغار السن أحيانا ربما قد يتعرضون لوعكة صحية أو عدم التمكن من النزول من الحافلة، فهناك يعني قد نحمل السائق ربما بعض المسؤوليات للتأكد من خلو الحافلة من الطلبة لسلامة الجميع. إذن سلامة الجميع هي الهدف الأسمى من خلال الحديث عن أحوال طرقاتنا لهذا الصباح أو في أي وقت آخر، والحفاظ عليها يحتاج تكاتف جهود الجميع. وفي أكثر من مناسبة نؤكد على موضوع ثقافة السلامة المرورية، سواء كانت السيارة متحركة أو غير متحركة، وأنت ذكرت ملاحظة أخيرة في غاية الأهمية، وربما هي في وقتها بسبب عودة طلبة المدارس. وفي أكثر من مناسبة يعني سمعنا عن حالات مشابهة، نتمنى إن شاء الله سلامة للجميع، وأنه الواحد يدير باله سواء على نفسه أو يدير باله على نفسه من أخطاء الآخرين، لأنه هذا شيء وارد في الطريق. شكرا جزيلا لك نقيب علي. عفوا أخي أحمد، والسلامة مرة أخرى للجميع. بارك الله فيك. شباب الجيل بالوعد العماني، سيدي قاموس سهل معاني، قالها كلمة وصارت لنا دافع، كلنا شرطة وقانون وما نافع، قالها كلمة وصارت لنا دافع، كلنا شرطة وقانون وما نافع، قالها كلمة وصارت لنا دافع، كلنا شرطة وقانون وما نافع. يا شباب الجيل بالوعد العماني، تقول اليوم عندي ألف مانع، يا عماني قوم خلي الكون سامع، لا تقول اليوم عندي ألف مانع، يا عماني قوم خلي الكون سامع، لا تقول اليوم عندي ألف مانع، يا عماني قوم خلي الكون سامع. يا شباب الجيل بالواد العماني، سيدي قابوس ازرع البسمة وحطم هالمدامع، خلي نور الصبح يسكن كل شارع، ازرع البسمة وحطم المدامع، خلي نور الصبح يسكن كل شارع، ازرع البسمة وحطم هالمدامع، خلي نور الصبح يسكن كل شارع. يا شباب الجيل بالوعد
إذن مستمعينا الكرام، مثل ما اتفقنا منذ بداية البرنامج، محطتنا عمان اليوم ستكون أو سيكون فيها موضوعان في غاية الأهمية سنتطرق لهما إن شاء الله لهذا اليوم. الموضوع الأول إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الفاو، وأيضا الموضوع الثاني سيكون ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية الذي تنظمه جريدة الرؤية. سيكون لنا ضيوف أعزاء نهاتفهم بعد قليل لنتعرف على تفاصيل هذه البرامج وهذه الأحداث. عمان اليوم. إذن مستمعين الكرام، بتنظيم من وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الفاو، تقام ورشة عمل حول إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في الفترة من 11 و 12 سبتمبر من عام 2017. ومن أجل تفاصيل أكثر واستيضاح أكثر إن شاء الله حول هذه الورشة، نحادث هاتفيا الآن سعادة الدكتورة نورة أوراب حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. صباح الخير دكتورة نورة. صباح النور دكتور. أهلا أهلا بك دائما وأبدا في برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونتحدث عن هذه الورشة إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في الفترة من 11 وحتى 12 سبتمبر من عام 2017. بداية، هو المصطلح أو المفهوم الأول الذي من الممكن أن نتشاركه مع المستمعين الكرام، وهو مفهوم البرامج القطرية، ما الذي يعنيه دكتورة نورة؟ شكرا للسؤال. أولا أود أن أوضح أن الهدف الأساسي لهذه الورشة هو تعريف البرامج القطرية للفترة 2017-2020 التي ستحدد الخطوات التنفيذية لهذه البرامج بين السلطنة ومنظمة الفاو، هي المنظمة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة. والهدف الثاني هي مناقشة المشاركين لمسودة وثيقة هذه البرامج. فهذه المسودة هي وثيقة للبرامج القطرية كما تكرمت، وهي تشمل برامج ومشاريع لتحقيق الأولويات الوطنية للسلطنة طبعا، وكذلك تحديد الشراكات مع القطاع العام والشركات الخاصة ومراكز البحوث والجمعيات الزراعية والسمكية وغيرها من الأطراف المعنية في هذا التمرين المهم جدا. جميل جميل. ربما التساؤل الذي يعني سيكون أكثر وضوحا بالنسبة للمستمعين دكتورة نورة، حول يعني محاور هذه البرامج القطرية، ما الذي تحتويه، كي يستفيد المجتمع منها؟ شكرا. طبعا هذه البرامج القطرية قد حددت أولا بناء على الأولويات الوطنية. ما معناها؟ معناها أنه بتبني على رؤية عمان 2040 واستراتيجية عمان للزراعة المستدامة والتنمية الريفية، وكذلك استراتيجية الثروة السمكية. وهذه البرامج القطرية تتماشى كذلك مع استراتيجية إطار الاستراتيجي للفاو، وكذلك الإطار 2030 للأهداف المستدامة للأمم المتحدة. وهذه المحاور أو الأولويات تندرج حول أربع محاور. جميل. أولا هو التعظيم للمردود الاقتصادي والربحي والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي والثروة السمكية في عمان والتنمية الزراعية والتنمية الريفية. المحور الثاني هو تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على
مكافحة الكارثات والأزمات الطبيعية. المحور الثالث هو يتعلق بالحد من الاختلالات الإقليمية بين المناطق الريفية والحضرية. وأخيرا هذه المحاور الثلاثة التي هي متعلقة بالتنمية المستدامة، معناها الجانب الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، فهي ترتكز حول تعزيز البيئة المؤسسية المتمثلة في السياسات. معناها أن المحاور الثلاثة متعلقة بالمحور الرابع اللي هو جميل. إذن محور الرابع يمثل خلاصة جميع المحاور السابقة ليتم العمل عليها. طيب، تساؤل ممكن يفتح بوابة للمستقبل دكتورة نورة، بعد هذه الورشة التي تحدث بين حين وآخر من قبيل التنسيق في البرامج القطرية، ما الذي سيحدث بالنسبة لنا على الأقل في السلطنة، أو ما الذي يجب أن يحدث؟ هل هناك برامج معينة ستستحدث يتم العمل عليها أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا الأمل أنه بعد هذه الورشة حتكون الصورة أوضح بالنسبة للأولويات، أولويات المشاريع التي تريد أن تقيمها الأطراف العمانية بالنسبة للسنوات المقدمة، وخاصة نوعية الدعم من قبل الفاو، لأن الفاو عندها قيمة إضافية بالنسبة لدعم السلطنة لتنفيذ هذه الأولويات التي حددتها الجهات المعنية. جميل، إذن نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله هنالك في هذه الورشة، ورشة عمل حول إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وهذه بالتأكيد مثل هذه البرامج توفق بين الخبرات العالمية والخبرات المحلية، وأيضا تكون في سبيل يعني القيام بأفضل ما يمكن القيام به في قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاعات الملحقة بهذا الجانب. شكرا جزيلا لك مجددا سعادة الدكتورة نورة أوراب حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شكرا. شكرا، شكرا للفرصة. بارك الله فيك. وهكذا إذن مستمعينا الكرام كان حديثنا الأول حول إعداد إطار البرامج القطرية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الفاو. وفي الدقائق القادمة سيكون لدينا مهاتفة أيضا مع زميلنا إبراهيم الهادي، والحديث عن ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية. عمان اليوم. إذن مستمعين الكرام، بتنظيم من جريدة الرؤية يقام ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني. هذا المؤتمر الذي يناقش مجموعة من المحاور المهمة والتفاصيل التي تهم يعني المهتمين، وبالضبط منهم المرأة. لذلك نتواصل هاتفيا أعزائي المستمعين مع زميلنا إبراهيم بن سالم الهادي من الحدث مباشرة، وبإمكانه أنه يطلعنا على تفاصيل أكبر حول موضوع هذا الملتقى، ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية. صباح الخير إبراهيم. صباح النور أحمد، وصباح الخير أيضا للأخوة المستمعين في كل مكان. في الفعل أنا الآن سأطلعك على كل التفاصيل بإذن الله من خلال ضيفي هنا. طبعا الرؤية تدشن اليوم مبادرة التمكين المالي للمرأة العمانية، وهي في الحقيقة أحد المبادرات الجديدة التي انضمت مع مبادرات الرؤية المتنوعة خلال كل عام بين حين وآخر تطلق الرؤية مبادرة. أحمد، هنا طبعا كالكثير من التفاصيل والكثير أيضا من الأهداف سنتعرف عليها باختصار، نحاول من خلال المكرم حاتم بن حمد الطائي
رئيس تحرير جريدة الرؤية وأيضا المشرف على هذه المبادرة. صباح الخير أستاذ حاتم. صباح الخير لجميع مستمعينا في أرجاء الوطن الغالي عمان. إذن تعرفنا وتعرف المستمع الكريم عن هذه المبادرة الجميلة والرائعة وهي لتمكين أو التمكين المالي للمرأة العمانية. تفضل. كما عودتنا جريدة الرؤية من خلال فكر إعلام المبادرات أن نهتم بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقنا جميعا في خدمة التنمية الشاملة في عمان. وهذه المرة تدشن الرؤية مبادرة نوعية ومختلفة نوعا ما تحت عنوان التمكين المالي للمرأة العمانية، وسيكون هذا التدشين مساء اليوم تحت رعاية الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني. وأهمية هذه المبادرة لأنه للمرة الأولى ربما يكون هنالك الربط ما بين ريادة الأعمال والاقتصاد وتمكين المرأة العمانية في هذا المجال، مجال المال والأعمال، ومجال كيف يعني سيمتد البرنامج هذا عبر مجموعة من الورش المهمة جدا الذي سيلقيها ويقوم بها مجموعة من المختصين حول كيفية أن تفتح مثلا المرأة شركة أو اقتصاد معين أو كيف ستدير شركة أو ريادة الأعمال، أهمية تنظيم التمويل الشخصي، الإدارة، القيادة، التمكين الإداري والمالي. كل هذه المواضيع خلال العشرة أشهر القادمة ستكون هنالك مجموعة من الورش المختلفة والتي سيعلن عنها. وأيضا هذه الورش سيكون هنالك مجال للتسجيل لأن المقاعد محدودة وهي مدعومة من القطاع الخاص وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر. إذن هي مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا خلال ما تحويه من أفكار وحلقات وورش عمل تدريبية. بالنسبة للدعوة قبل أن نختم، الدعوة عامة؟ لا، هي الدعوة للمختصين والمهتمين يعني، وخاصة من النساء من لهم يعني اهتمام بريادة الأعمال ومن يبحثون عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية، الباحثين عن عمل يعني هكذا، يعني الناس اللي لهم علاقة بالموضوع الذي يمكن أن يستفيدوا من هذا البرنامج أهلا وسهلا بهم. إذن نشكرك المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على هذه المبادرة، وهذا هو في الحقيقة شرح وافي ومختصر عن هذه المبادرة الجديدة لجريدة الرؤية. ودائما جريدة الرؤية لها طبعا مبادرات متنوعة طوال العام. هذه إذن كانت وقفتنا زميلي أحمد عن تفاصيل تدشين مبادرة التمكين المالي للمرأة العمانية. بارك الله فيك إبراهيم، شكرا لك وأيضا شكرا لضيفك العزيز، وبإذن الله نتمنى التوفيق لهذا الملتقى، ملتقى التمكين المالي للمرأة العمانية الذي تنظمه جريدة الرؤية. شكرا مجددا إبراهيم. شكرا جزيلا لك أحمد، وشكرا أيضا للأخوة المستمعين الذين استمعوا علينا في هذه اللحظات، شكرا جزيلا. إذن هكذا مستمعينا الكرام محطاتنا في عمان اليوم انتهينا منها لنكمل رحلتنا في صباح الخير يا بلادي، وقد تبقت لنا مجموعة من التفاصيل المهمة التي سنخوضها معا. لدينا في تحليق حر سنذهب به بإذن الله إلى مصر، اكتشاف مقبرة فرعونية لصانع الذهب في معبد آمون، وأيضا هنالك موضوع فقرة الأسبوع تكنولوجيا لهذا اليوم، موضوعنا سيكون حديث عن مشروع لمبة. حياكم الله. ماذا يضيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا وسدنت في محراب حبك خاشعا أدعو الإله مرتلا ترتيلا ماذا يضيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا وسدنت في محراب حبك خاشعا
أدعو الإله مرتلا ترتيلا أن يحفظ الود المقدس بيننا وبأن تكون الحب والتقبيلا وبأن تكون الحب والتقبيلا. ماذا يغيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا وسدنت في محراب حبك خاشعا أدعو الإله مرتلا ترتيلا أن يحفظ الود المقدس بيننا وبأن تكون الحب والتقبيلا وبأن تكون الحب والتقبيلا. تحليق حر. مستمعينا الكرام نستمر معكم في برنامج صباح الخير يا بلادي وهذه الوقفة الصباحية الممتعة برفقتكم. فقط نذهب الآن إلى موضوع في غاية الأهمية سنتعرف عليه بعد دقائق. اكتشاف مقبرة فرعونية لصانع الذهب في معبد آمون. مستمعينا اكتشفت بعثة أثرية مصرية مقبرة فرعونية لصناع الذهب أمنمحات في منطقة البر الغربي قرب مدينة الأقصر في صعيد مصر والتي تبعد كيلومترين فقط عن وادي الملوك. أعزائي المستمعين ترجع المقبرة لعصر الأسرة الحديثة وبها مومياوات لامرأة هي ست نفر زوجة أمنمحات وولديها ومن بين القطع الأثرية المكتشفة تمثال لصانع الذهب أمنمحات يجلس بجانب زوجته ولم يتضح بعد إذا كانت المومياوات الثلاث لأشخاص على صلة بأمنمحات. وأعلنت وزارة الآثار المصرية أن المومياوات الثلاث اكتشفت في غرفة دفن تقود إلى الغرفة الرئيسية ويرجح علماء الآثار أن الأم توفيت عن عمر 50 عاما وتشير الاختبارات إلى أنها كانت مصابة بالتهاب العظام البكتيري. أما الولدان فكانا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر ومومياواتهم في حالات جيدة. يقول الأثريين المصريين أعزائي المستمعين إن مقبرة أمنمحات الذي كان يعمل على صناعة التماثيل والحلي الذهبي التي تخص الفرعون بمعابد الإله آمون قد تدلهم على المزيد من الاكتشافات في منطقة ذراع أبو النجا التي تشتهر بمعابدها وغرف دفنها. ويقول مصطفى وزيري رئيس منطقة آثار الأقصر أن هذه المقبرة تقع داخل منطقة ذراع أبو النجا التي يطلق عليها الأثريون وادي الأموات، يعني وادي الأموات بجانب وادي الملوك. وادي الملوك اشتهر بغرف الدفن شهيرة وكثير من الآثار المصرية استخرجت من وادي الملوك بالإضافة إلى وادي الأموات، ولكن تفاصيل وادي الأموات ما زالت غامضة حتى الآن. نتم هذا الخبر مستمعينا، تضم العديد من المقابر الأثرية لم يتم اكتشافها حتى الآن وكانت تخص كبار موظفي الدولة الفرعونية في عصر الدولة الحديثة التي تشمل الأسر من 18 وحتى الأسر العشرين.
وأعلن وزير الآثار المصري أعزائي المستمعين طبعا خالد العناني عن الكشف الأثري، وقال المقبرة احتوت على الكثير من قطع الأدوات الجنائزية داخل وخارج المقبرة، عثرنا على مومياوات وتوابيت وأبشاط جنائزية وأقنعة وبعض الحلي وتمثال، وعثر داخل المقبرة المكتشفة على تماثيل كاملة لصاحب المقبرة وزوجته ومجموعة من الأواني الفخارية في حالة جيدة، والعشرات من التماثيل الجنائزية للأوشابتي وبعض المومياوات والتوابيت الخشبية التي ما زالت تحتفظ بألوانها المميزة منذ ما يربو على 2000 عام. وتتوقع أعزائي المستمعين بعثة الآثار المصرية العاملة في موقع دراع أبو النجا بمنطقة القرنة العثور على نحو 3 مقابر أخرى في المنطقة تخص بعض كبار العمال والموظفين. إذن موضوعنا مثل ما استمعتم أعزائي المستمعين تفاصيل جديدة حول حضارة غابرة ما زالت تكتشف حتى الآن، وفي كل مرة يظهر هنالك الجديد الذي يشي بتفاصيل ربما مثيرة وفي بعض الأحيان أو في نادرها تكون مختلفة عما هو معتاد، مثل هذا الاكتشاف لأحد صناع الذهب، هذا يعني أحد العاملين في مجال حفظ جثث الملوك أو الاعتناء بها من خلال التوابيت، وهؤلاء المشتغلين يحملون تفاصيل حضارات أكثر بكثير مما نجده لدى آخرين في مهن وحرف أخرى، لأنه بإمكانهم أن ينقشوا تفاصيل الملوك الذين يقومون بدفنهم، الأعمال التي يقومون بإنجازها، التحف التي يقومون بها، بإمكانهم أن ينقشوا فيها الكثير من المعلومات التي تردنا وتخبرنا بتفاصيل كثيرة حول حقبة زمنية بقدر ما كشف منها إلا أنها تظل غامضة في الكثير من زواياها. كان موضوعنا في التحليق الحر باتجاه مصر، حيث اكتشفت مقبرة فرعونية لصانع الذهب في معبد آمون. ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي، لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي، ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي، لو يزعل العالم بتبقى في نظر عينيك ذهب، يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي، غلاك نكش السومري اللي وسط قلب انكتم، كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي، غالك نكش السومري اللي وسط قلب انكتب، كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي، وإذا سلون الناس عن حبك أقول بلا سبب، ما هو ضروري أقنع العالم بشيء تحليق حر. تحليق حر. تحليق حر.
مستمعينا الكرام، لحظاتنا الأخيرة من وقت برنامج صباح الخير يا بلادي، نقرأ فيها مجموعة من رسائلكم وتغريداتكم التي وصلتنا على حساب البرنامج بتويتر جنرال راديو. سليمان سعيد العاصمي يقول: صباحكم مميز وجميل، شكرا جزيلا لك يا سليمان، تحية ونصيحة جميلة من أبو تركي البلوشي: كن لطيفا مع الناس أثناء الصعود لأنك ستقابلهم يوما أثناء الهبوط. جميلة الاستفادة والمشاركة يا أبو تركي من خلال فقرة أصبحنا وأصبح الملك لله، والفتحية لك، شكرا لك يا أبو تركي. أيضا فايز العلوي صديق البرنامج من صور يقول: أن تستقبل الصباح في كامل صحتك وعافيتك نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها، ردد بقلب شاكر الحمد لله، صباح الصحة والعافية. شكرا يا فايز العلوي. إذن صباحاتكم سرور أعزائنا المستمعين، وإلى المحطة الأخيرة من برنامج صباح الخير يا بلادي، وحديثنا سيكون إن شاء الله ممتع حول مشروع يؤكد العبارة القائلة: الاختراع أو الحاجة أم الاختراع. تكنولوجيا تكنولوجيا مستمعينا الكرام، أزمة النفايات في لبنان تنتج مشروع لمبة الذي وعدناكم أن نتحدث عنه لإعادة تصنيع الزجاج. هذا الخبر الذي اقتطفناه لكم من مجلة العرب اللندنية، حيث مستمعينا أخرج أحمد ترو مدير تصوير في إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية من رحم أزمة النفايات التي تعصف بلبنان منذ عامين مشروعا يهدف إلى الاستفادة من نفايات الزجاج لإعادة صناعتها وبيعها من جديد. ويعد ترو الشاب الثلاثيني أحد الذين قرروا الاستفادة من أزمة النفايات، موضحا أن المشروع الذي أطلق عليه اسم لمبة بدأ بفكرة بسيطة هدفها تحويل أزمة النفايات إلى شيء يمكن الاستفادة منه، أو على الأقل من وجهة نظري هذه يعني فكرة من الممكن أن تحل الأزمة بحد ذاتها. هذه الفكرة تؤكد بأنه هنالك طرق بإمكاننا أن نقوم بها، نستغل النفايات ونقلل منها، هنالك حلول، توجد حلول بالإمكان القيام بها. أيضا بحسب ترو، حظي المشروع بتمويل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، التي قدمت دعما ماليا بعد قراءة اقتراح المشروع وجدواه. وأشار إلى أنه حصل رفقة من قاموا بمساعدته في المشروع على مبلغ مادي لتنفيذه منذ 7 أشهر، مؤكدا أن هذا الدعم أتاح لهم افتتاح مشغل صغير في مدينة عالية لجبيلة شرق البلاد، المقصود بها لبنان. واستفاد الشاب اللبناني من خبرته الطويلة في التصوير والإضاءة، ما سمح له بتطبيق خبرته على صناعة الأعمال الزجاجية، خاصة في مجال الكتابة على الزجاج وعكس الأضواء عليها لتصبح أكثر جمالية. يرى ترو مستمعين أن هذا المشروع ليس تجاريا أو بيئيا فقط، وإنما يعكس خلفية ثقافية مشرقية بحتة التي تتمثل في الكتابة على بعض القطع الزجاجية بالحرف العربي وبكافة أنواع الخطوط. ووفقا لما صرح به صاحب المشروع، فإنه لاحظ أن أكثر زبائنه هم الذين تستهويهم تلك المصنوعات الفنية، وهن في الأبرز نساء، تحديدا الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و30 سنة. واعتبر أن هذه الفئة العمرية تعكس مدى رغبة الأجيال الجديدة في الحفاظ على تراثنا الشرقي رغم دخول ثقافات غربية علينا، ويتساند فكرة التدوير البيئية التي تحد بالدرجة الأولى من التلوث. ولا يزال ترو وزملائه في مرحلة تطوير المشروع، إذ يعتمدون حاليا على صفحة خاصة بهم اسمها لمبة على موقع فيسبوك، حتى الاسم لطيف وخفيف وجميل في آن واحد. من خلال هذه الصفحة مستمعينا يقومون بالترويج لمنتجاتهم بأسعار مقبولة نسبيا. يوضح ترو هنا أن المواد الأولية المستخدمة في صناعة إعادة التدوير تتمثل أساسا في الزجاج والخشب والنحاس، ولكن بالنسبة إلى الزجاج فيتم الحصول عليه من المطاعم التي تحتفظ بقناني زجاج فارغة، فيتم جلبها منها مقابل تقديم هدية خاصة إليها مصنوعة من بقايا الزجاج. وبدأ والله فكرة حلوة، يعني نساعدكم في التخلص من نفايات الزجاج ونقدم لكم كذا تحفة فنية زجاجية. الجدير بالذكر مستمعينا أنه
أزمة النفايات في لبنان بدأت في 22 من أغسطس من عام 2015 وأطلق شرارتها تراكم النفايات في شوارع بيروت وسائر المناطق وسط عجز السلطات عن معالجة الأمر، وهذا ما يعني جعل من بعض الشباب يقومون ببعض الأفكار التي تحاول تجاوز هذه المشكلة من خلال إعادة تدوير الزجاج مثلا، هذه المهنة النادرة جدا في لبنان والتي تعتمد صناعتها على استيراد البضائع من الخارج. تجدر الإشارة مستمعينا إلى أن بلدة جبيل وجدت أن المعالجة الصحيحة لهذه الأزمة تبدأ بالفرز من المصدر أسوة بباقي البلدان المتحضرة. وفي هذا الصدد يعني من الجيد أن نذكر أحرزت البلدية تحت شعار حلك تفرز تقدما في مشروعها لإدارة نفايات في مدينة جبيل شمال بيروت، وبدأت في تنفيذه منذ سنوات وأصبحت اليوم في مرحلة متقدمة بعد إنشاء معمل لفرز النفايات القابلة لإعادة تدوير البلاستيك على حدى الحديد الكرتون وتوضيبها وإرسالها إلى المعامل المتخصصة التي من الممكن أن يستفيد منها صاحبنا أحمد ترو الشاب الثلاثيني الذي قام بمشروع لمبة رفقة زملائه الشباب. إذن هذا موضوع جميل نختتم به صباح الخير يا بلادي من خلال مشروع لمبة، والحاجة دائما أم الاختراع، ومن الجميل أن يكون هناك اختراع يعني نفخر به مثل هذا. كل التحية لكم مستمعينا في برنامج صباح الخير يا بلادي، قضينا لحظات ممتعة برفقتكم. هذا الإهداء لكم من طلال مداح وأخذني معك. تحية طاقم البرنامج لكم، أحمد بن سالم الكلباني إعدادا وتقديما، وأيضا مخرج البرنامج سيف الجرداني. إلى اللقاء. بسم